في خطابه في حفل افتتاح منتدى بواو الآسيوي، قال الرئيس الصيني سي جين بينغ إنه في العقود القليلة الماضية حافظت المنطقة الآسيوية على الاستقرار الشامل والنمو الاقتصادي السريع المستمر، داعيا جميع الدول لمواصلة تعزيز التعاون بنشاط. وقال نائب سفير فلسطين لدى الصين دكتور شادي أبو زرقة إن خطاب الرئيس سي جين بينغ مشجع للغاية، وإن الصين تلعب دورا مهما بتعزيز التعاون الدولي. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا في حفل الافتتاح لمنتدى بواو الآسيوي، ما رأيكم في هذا الخطاب؟ تجسيد روح طريق الحرير كما قال فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقصد بها تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الحضارات، لا أفضلية لمختلف الحضارات، وإنما يزداد تنوع هذه الحضارات من خلال التواصل على قدم المساواة. ويقول المثل الصيني تكامل الألوان من جمالها وتناغم الألحان من هدوءها. إن هذا الإحساس بالتقارب جاء من المحبة والصدق في التعامل مع بعضنا البعض، ونشأ عبر التاريخ الطويل من التواصل بين الأجيال. على مدى آلاف السنين الماضية تتوارث روح السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والتكامل والاستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة التي حملها طريق الحرير جيلا بعد جيل. يدعم الشعب الصيني والشعوب في العالم بعضهم البعض في نضالهم من أجل صيانة القمر والدفاع عن السيادة، ويساعد بعضهم بعض على استكشاف الطرق التنموية وتحقيق النهضة الوطنية، ويستفيد من بعضهم البعض من خلال مساعيهم لتعميق التواصل الثقافي وتحقيق الازدهار للثقافة الوطنية. إن السنوات المقبلة بالنسبة إلى الصين في غاية الأهمية، حيث أن مرحلة حيوية للتنمية، إذ قد دخلت الصين مرحلة حاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد على نحو شامل، الذي يعد خطوة حاسمة لتحقيق الحلم الصيني للنهضة العظيمة للأمة الصينية. ينعكس دعم الصين لدول الآسيوية في جوانب مختلفة، فعلى سبيل المثال أعرب وزير الخارجية الصيني وان يي الشهر الماضي عن دعمه لفلسطين في قضية الفلسطينية. كيف تقيمون موقف الصين من القضية الفلسطينية؟ وقد أثبت الصين للعالم على مدار العقود الماضية عدم تخلفها يوما عن الوقوف لجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمسكها بحق الشعب في تقرير مصيره، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وإن الحضور الصيني يجسد رغبة الصين الصادقة في تعزيز التبادل والتعاون مع العالم الإسلامي. والقضية الفلسطينية تقف شاهد على ذلك، خلال 75 عاما الماضية يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع أنواع التطهير العرقي، والعالم يقف ساكنا دون أن يقدم حل عادل للقضية الفلسطينية، القضية الأولى والجوهرية للمنطقة. دون حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولتنا الفلسطينية، لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة. واهم من يعتقد ذلك، فشعوب العالم الحر لا تزال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.